نحييكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على نحو أقل حدة، وسجلت عقود النفط الآجلة لخام برنت بمقدار دولار وخمسة وعشرين سنتا للبرميل ليصل إلى سعر $100.35 للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتا ليسجل $96.68 للبرميل. يأتي هذا في وقت قال صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المركزي الأمريكي هذا الشهر. قالت وزارة التجارة الحالية إن البلاد بحاجة ماسة إلى محصول الشعير لسد النقص الحاصل في محصول الحنطة وخفض المساحات المزروعة بسبب موجة الجفاف الحاصلة. وأضاف المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أنهم يبحثون إعادة تسلم محصول الشعير من الفلاحين بعد توقف دام 3 سنوات ضمن خطة تسويق جديدة وتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية في ظل النقص الحاصل وزيادة الطلب من مربي الثروة الحيوانية. يشار إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذر وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي. أكد مصدر مطلع في وزارة النفط أن محاولة العراق زيادة طاقة تصدير النفط في موانيه على الخليج تعرضت لانتكاسة بسبب تأخر تطوير محطة الضخ. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن العراق ربما لا يستطيع تصدير 150 ألف برميل إضافية من النفط يوميا في الربع الثالث من العام بسبب التأخر في الحصول على الموافقات اللازمة وإنهاء مناقصات لتطوير عمل المضخة. وعلى الرغم من أن هذا مستوى صغير نسبيا، تأتي الانتكاسة في وقت يشهد فيه العالم شحا في إمدادات النفط وفائض طاقة إنتاجية محدود من دول أخرى من مجموعة أوبك زائد وفرصا محدودة لتعويض نقص كبير في الإمدادات. واصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعهم لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية في مدينة بالي الإندونيسية، ويناقش المجتمعون فرص التمويل المستدام لاستراتيجيات الطاقة والمناخ إضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا، حيث حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الاقتصادات الكبرى على العمل بشكل أوثق لمواجهة تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا. ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الحصول على دعم لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي الذي قد يساعد على السيطرة على تكاليف الطاقة وتخفيف التضخم المرتفع لعقود في العديد من البلدان. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.